زين الدين زيدان، أظن الاسم لوحده كفاية. من القليلين اللي جمعوا بين العبقرية كلاعب وكمدرب، محدش يختلف على حبه، ومفيش حد من اللي عصره كلاعب ما كانش واخده مثل أعلى وقتها. فكرة إنك تلاقي لاعب مسلم واسمه عربي وبالمستوى ده كانت نادرة، علشان كده صور زيزو وقتها كانت في كل مكان. انت تعرف ايه عن زيدان؟ ايا كان اللي تعرفه مش هيبقى زي اللي هتسمعه وتشوفه مني النهاردة. انا جاي احكي لك الحكاية من البداية للنهاية. اسمه بالكامل زين الدين اسماعيل يزيد زيدان، اتولد في 23 يونيو 1972 في حي لا كاستيلان بمدينة مارسيليا الفرنسية، وده حي معروف بالإجرام والمخدرات والفقر. والدته اسمها مليكة، كانت ربة منزل. أبوه وأمه هاجروا من الجزائر من منطقة القبائل الأمازيغية بشمال الجزائر لمدينة باريس سنة 1953 قبل ثورة التحرير الجزائرية. وعلى الرغم ان زي ما قلت لك حي لا كاستيلان معروف بالجريمة، الا ان حياة زيدان واخواته كانت مختلفة تماما، وده بسبب والده اللي قدر يلاقي وظيفة كأمين مخزن او حارس امن وقدر يصرف منها على اسرته. الحياة ما كانتش فارهة لكن افضل من كل الخيارات وقتها. حكاية زيدان بدأت مع الكورة وهو عنده 5 سنين بس، كان بيلعب مع اصحابه في الشارع وكان نفسه يكون لاعب في نادي مارسيليا، والحقيقة ان والده ساعده ينضم لنادي محلي كده اسمه يو اس سان هنري علشان يلعب فيه يمكن حد يكتشفه. بعد سنة ونص في النادي ده شافوا مدرب اسمه روبرت سانتينيرو وعجبه جدا، وقرر يضمه لنادي اس او سيمتيمس لوفالونس، وفضل في النادي ده لحد ما بقى عنده 14 سنة، لحد ما تم دعوته علشان يحضر معسكر تدريبي للفرق من المستوى ده بينظمه الاتحاد الفرنسي علشان كشافة الفرق الأكبر تكتشف مواهب الأقاليم. وعايزك تاخد بالك من الإدارة عندهم عاملة ازاي من سنة 1987، ربنا يتولانا برحمته. المهم زيدان راح وبالفعل عجب كشافة نادي كان الفرنسي واللاعب السابق جان فارود اللي وصى رئيس النادي بضمه فورا. افتكر الاسم ده كويس قوي قوي قوي. تعرف زيدان فضل اول اسبوعين في نادي كان يعمل ايه؟ بينظف ويكنس بس، ما بيعملش حاجة تانية، وده لانه ضرب لاعب معاه في الفريق سخر منه ومن اصوله العربية علشان تقرر ادارة الفريق تعاقبه. وسبحان الله البداية زي النهاية. هنا تدخل جان فارود اللي قلت لك افتكر اسمه وخليك فاكره، ونصح زيدان نصيحة غيرت حياته. قال له في ناس كتير هتسخر منك، هتحاول تشتتك، تخرجك عن تركيزك، طلع كل ده في الكورة، اللي يسخر منك هينه في الملعب. ودي كانت شرارة الانطلاق. رحلة زيدان في نادي كان كانت 6 أسابيع كاختبار، لكنه فضل هناك 4 سنين بعد ما النادي تعاقد معاه. وبتوصية من جان فارود اتنقل زيدان من سكن اللعيبة لبيت مدير الأكاديمية جان إيلينو علشان يعيش معاه في بيته. فارود كان شايف ان زيدان شخص حساس جدا ومحتاج يحس بجو الأسرة والعيلة لأنه عاش في حي وأجواء كان مفتقد فيها الأمان. الله يبارك لك يا عم فارود. والله زيدان لعب أول مباراة ليه مع كان في 18 مايو 1989 قصاد نادي نانت، كان عنده أقل من 17 سنة لكنه سجل هدفه الأول مع الفريق في 10 فبراير 1991 قصاد نادي نانت برضه، والهدف ده كان سبب في حصول زيدان على أول عربية في حياته. رئيس النادي ألين بيديرتي كان وعده بعربية مع أول هدف يسجله. في أول موسم لعبه زيدان أساسي مع كان، الفريق حقق المركز الرابع وتأهل لبطولة أوروبية لأول مرة في تاريخه، وده أفضل مركز في تاريخ النادي عموما لحد دلوقتي. علشان بعد الموسم ده زيدان ينتقل لنادي بوردو اللي راهن على موهبته، طبعا كسب الرهان وقدم معاهم مستوى ممتاز جدا جدا جدا، وفاز معاهم بلقب كاس انتر توتو. لا هو اسمه كده ماليش دعوة. تعبيط يا اسطى. خلال رحلته مع بوردو حصلت حاجات لطيفة قوي، زي مثلا في صيف 95 السير كيني دالغلش مدرب بلاك بيرن وقتها طلب التعاقد مع زيدان، لكن رئيس النادي قال له انت عايز زيدان في ايه واحنا عندنا تيم شيروت؟ والسؤال المهم هو مين تيم شيروت ده؟ وزكي جمعة. وزكي جمعة ده الكوميديا كملت لما زيدان اتعرض عليه نيوكاسل الانجليزي بواحد واتنين مليون جنيه استرليني، لكن رئيس النادي رفض لانه ما ينفعش يلعب في الدوري الانجليزي. ايه ده مين الراجل عبيد ده؟ الراجل ده عبيد قوي. المهم موسم 96 زيدان حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي علشان يوفنتوس اللي كان بطل أوروبا وقتها يقرر التعاقد معاه ويضمه للدوري الإيطالي، جنة كرة القدم. زيدان دخل في الموضوع على طول،
فاز بالدوري الإيطالي وكأس الإنتر كونتيننتال، وخد جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإيطالي اللي كان مليان نجوم عالميين. في الموسم الثاني ليه حافظ على نفس المستوى وفازوا بالدوري الإيطالي، لكنه خسر نهائي دوري الأبطال 3-1 من بروسيا دورتموند، وقدم في النهائي على غير العادة واحدة من أسوأ مبارياته في موسم 98. وصل يوفنتوس النهائي للمرة الثالثة على التوالي، لكنه قابل ريال مدريد ويخسر للمرة الثانية على التوالي. لكن في السنة دي زيدان فاز بكأس العالم وأخذ الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم، علشان في موسم 2001 يقرر القرش بيريز يتعاقد مع زيدان علشان يكون كريزة كعكة الجلاكتيكوس المدريدي، ويبقى زيدان أغلى لاعب في العالم وقتها، ويفوز مع الريال بدوري الأبطال بهدف أسطوري. وفي تصويت للجماهير عمله الاتحاد الأوروبي ياخد جايزة أفضل لاعب أوروبي في 50 سنة الأخيرة، علشان يعلن زيدان في 7 مايو 2006 نهاية مسيرته مع الكورة وريال مدريد، وترفع له جماهير البرنابيو يافطتها الشهيرة شكرا على السحر. وبمناسبة الكلام على السحر، فمسيرة زيدان الدولية هي السحر بعينه. بدأ مسيرته مع المنتخب الفرنسي الأول في مباراة ودية مع تشيك في 17 أغسطس 94، وكانت فرنسا خسرانة 2-0 تمام علشان ينزل عمك زيدان ويسجل هدفين ويضمن التعادل. ولأن مصائب قوم عند قوم فوائده، الحظ ابتسم لزيدان سنة 95 بعد إيقاف إريك كانتونا لمدة عام، وده بسبب وقعة القنغفو المشهورة اللي وجهها لمشجع كريستال بالاس، وياخد هو مركز صانع الألعاب الأساسي. في يورو 96 الحظ بطل يبتسم لزيدان الحقيقة، اللي قدم مستوى سيء جدا. هو شخصيا صرح فيما بعد انه ما كانش عارف ايه السبب، لكن رغم كده فرنسا وصلت النهائي ولكنها خسرت قصاد التشيك. ولأن زيدان مهاجر من أصول عربية، الصحافة الفرنسية تعاملت معاه بكل وضاعة ولقبته بالقطة السوداء، وإنه وش النحس على المنتخب علشان يجي كأس العالم 98، البطولة المقامة واللي فرنسا مستضيفاها. فاكر بقى عمك جان فارود ونصيحته لزيدان؟ جي وقتها زيدان قرر يرد على فرنسا بالكامل في البطولة دي. البداية كانت في المجموعات لما صنع هدف الفوز على جنوب أفريقيا، بعدها كان صاحب التمريرة المفتاحية لهنري في مباراة السعودية واللي اطرد فيها بعد نطحه لفؤاد أنور، ويبقى أول لاعب فرنسي يطرد في تاريخ كاس العالم. بعدها قاد فرنسا للفوز على إيطاليا في ربع النهائي وكرواتيا في النصف النهائي، ويسجل هدفين في النهائي وتفوز فرنسا بأول كاس عالم في تاريخها، وتتحط صورته على قوس النصر وياخد وسام الشرف ويبقى بطل قومي لفرنسا. تاريخ زيزو مع فرنسا ما وقفش هنا، واستمر ليورو 2000 اللي سجل فيه زيدان هدفين. الأول كان من ركلة حرة ضد أسبانيا في ربع النهائي، والتاني الهدف الذهبي ضد البرتغال في نص النهائي، ويقود فرنسا للقب اليورو وياخد أفضل لاعب في البطولة. الاتحاد الأوروبي وصف مستوى زيدان في البطولة دي بأفضل مستوى فردي للاعب في بطولة دولية من أيام مارادونا في كأس العالم 86. وفي كأس العالم 2002 زيدان تعرض لإصابة قبل البطولة، غاب بسببها عن أول مبارتين، واللي فشلت فرنسا في تسجيل أي هدف فيهم قبل ما يتحامل على نفسه ويلعب المباراة التالتة وهو مصاب. لكن فرنسا برضو ما سجلتش وخرجت من دور المجموعات بدون أي هدف كأسوأ حامل لقب في تاريخ البطولة. يورو 2004 بقى خرجت فرنسا من ربع النهائي على إيد اليونان، علشان يقرر زيدان الاعتزال دولياً طبيعي ويكتفي باللي قدمه لفرنسا، شكرا قوي. لكن قبل تصفيات كاس العالم 2006 كان في عدد من اللاعبين الكبار اعتزل دوليا، زي زيدان وتورام وماكيليلي وليزارازو، ففرنسا ما كانتش قادرة تتأهل بالوضع ده، وكانت رابع المجموعة في التصفيات، علشان يتوسل المدرب ريمون دي مونيك لزيدان انه يرجع في قراره وينقذ فرنسا. وبالفعل زيدان قدر يقنع ماكيليلي وتورام بالرجوع للمنتخب، وقدروا بعد رجوعهم يتأهلوا كأول مجموعة بعد ما كانوا الرابع. في الوقت ده خرجت أخبار إن زيدان هو اللي بيحط تكتيك الفريق بالكامل، والموضوع استمر حتى في بطولة كأس العالم نفسها. تعال أقول لك زيدان عمل إيه في كأس العالم 2006. وفي الوقت ده كان زيدان اعتزل كرة تماما، وركز معايا في أسماء الفرق. زيدان سجل هدف وصنع هدف في دور الستاشر قصاد أسبانيا، وصنع هدف هنري اللي أقصى البرازيل من ربع النهائي، وفي نص النهائي سجل هدف من ركل الجزاء أقصت البرتغال علشان يجي النهائي الشهير.
ويسجل زيدان هدف من ركلة جزاء على طريقة بانينكا في مرمى الأسطورة بوفون في لقطة اتقال فيها واحد من أجمل الأوصاف في تاريخ كرة القدم. عندما احتارت الكرة بين أسطورتين فاحتسب الهدف لزيدان دون أن تهتز شباك بوفون، وتيجي اللقطة الأشهر في تاريخ المونديال وينسى زيدان نصيحة جان فاروت ويفقد أعصابه ويطرد وتنتهي مسيرة زيدان في الملاعب. زيدان مش مجرد لاعب كورة، زيدان حالة فريدة من المعاناة والعنصرية لقمة المجد. هدوءه وثقته وابتسامته في أصعب الأوقات كانت ملهمة لناس كتير قوي. مفيش حد بيكره زيدان اللاعب ولا زيدان الشخص، لأنه هيفضل من أعظم اللعيبة في تاريخ الكورة ومن أعظم الملهمين في تاريخ الرياضة. وبس يا سيدي، هي دي حكاية زيدان. زيزو زين الدين زيدان، لكن الفرق لا ليس كبير على أن يصنف زيدان مع مارادونا وبيليه.